السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مكملين مع برنامج اليوم من ART، وهنشوف ازاي نضيف اشجار. يعني ادي اهو المبنى، فهاجي هنا على البلانيت وببدأ. تقدر تختار الحاجة، الشجر اللي انت عايز تحطه، وهنا تقدر تعدل فيه، وممكن تضيف له صوت، مثلا صوت بيردس، بحيث لو انت قربت من الشجرة بالكاميرا تقدر طيب ممكن أجي هنا عند الشجرة فألاقي إن أنا أختار أشجار تاني كتير. الكلام ده بياخد من الريبت والماركات من تيكلا والسكر اللي انت عايز تشتغل. تقدر تحكم فيه شوية وفي برنامج هنشوف بعدين بيخليك ان انت تحكم في حاجة الشجرة من غير ما تموت. ربنا برضه هنا عند الأدوار بيقول له ان انا عايز أروح شوية أخبار، فبختار السايز بتاعهم ونشوف قد إيه، بدون صوت الموسيقى، وبقدر أتم لعب غابة حوالين الصوت بتاعهم، ممكن بقى أقول إن أنا عايز أعمل صوت هنا، وتقدر تختار الزاوية بتاعهم كل ما كانت هتموت.